حقبة الرئيس عبد السلام عارف، وما زلنا في هذه الحقبة. مرحبا بكم أستاذ عمر. قمت بجولات مع الرئيس عبد السلام عارف، يعني نعم. كنت قريبا منه لهذا الحد، وبعدين هاي الجولة جولة سياسية لا لا، ميدانية. جولة صارت هي في 18 تشرين 64. سافرنا لافتتاح الاتحاد الاشتراكي في مدينة البصرة، ورافقت المرحوم عبد السلام، ومعي كان الأخ سلام أحمد وعبد الكريم فرحان، وأخ من اتحاد الجمعيات الفلاحية مسهر سلمان الويس. سافرنا بالطائرة بشكل اعتيادي، ونزلنا في مطار البصرة القديم اللي هو في هاي الموانئ. السفرة كنتم يعني عرفتم شخصية عبد السلام عن قرب أكثر. أكثر يعني هو لطيف، كان معانا بالطائرة ويتحدث، وبالفندق أيضا، لأن هو فندق صغير وكنا موجودين به، ودعوات عشاء. وسافرنا افتتاح اعتقد ميناء خور العمية، كان افتتاح، وافتتاح الاتحاد الاشتراكي، وصار إلقاء كلمات في محافظة البصرة، وافتتاح جسر القرمة، افتتاح جسر جديد. وسافرنا من يعني من ميناء من مطار البصرة بالطائرة الهليكوبتر إلى الفاو. وأذكر الحقيقة أنه كان يأمر الطيار، ونحن كنا نطير فوق شط العرب، كان يأمر الطيران على الجانب الإيراني، فهو الطيار أخبر قال أنه إحنا بالأجواء الإيرانية. بالأجواء الإيرانية، فقال له لا، هذه إحنا فوق الأراضي، أراضي عربية هذه. وفعلا كان التحليق يعني فوق عبدان، والطيار كان يعني خايف، يعني يمكن لولا معرفتهم بمن يستقل الطائرة وهو شخص رئيس الجمهورية يمكن كان يسقطوها. ونزلنا رحنا للفاو، وانتقلنا بالباخرة كانت الثورة اسمها، نعم. وتغدينا بيها، وكان في يومها اكو شو اسمه تبديل وزاري، تشكيل وزاره جديده. لحظة سقوط الطائرة وين كنت؟ انا في بغداد. سقوط طائرة عبد السلام. هاي المرة الثانية، مو يعني الطائرة مو بهاي السفرة. أعرف بالمرة الثانية. المرة الثانية كنت في بغداد. اعتقلت يعني. اعتقلت؟ نعم. ليش؟ هو عندهم يظهر خطة اسمها خطة أمن بغداد. لما تصير حادثة أو كارثة، يعني مقتل رئيس الجمهورية يعتبره يعني حادث، وترك فراغ سياسي، فاعتقلوا كل العناصر اللي يعتبروهم يشكلون خطر على النظام، فاعتقلنا عدد كبير من الناس بنفس اليوم، بنفس اليوم بنفس الليلة. ايش قال بقيتوا؟ بقينا إلى أن شكلت الوزارة. بعد يعني اجى عبد الرحمن وشكلوا الوزارة. أي. حتى أذكر أنه كان من المعتقلين الدكتور محمد عمار الراوي من جماعة البعث السوري، فمن جابوه قال له ماني مالي علاقة بالعاصفة اللي وقعت الطيارة والكذا، يعني شو علاقتي بالموضوع؟ ما تفيد. نعم تفيد. هو 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 هذا قرار عندهم. حقبة عبد الرحمن كانت حقبة هادئة، وحقبة أيضا هش النظام هش، ليش ما استغليتوها سويتوا فد شيء؟ مع الأسف يعني للتاريخ بس أذكر أنه عبد الرحمن عارف كان يعني مو طامع بالسلطة. زاهد؟ بالضبط. وانا يعني مره تحدثت وياه، كنت مدعو لزياره الاتحاد السوفيتي، فرحت زرت اسلم عليه، واول مره اروح اسلم عليه يعني بالقصر؟ بشكل قانوني. نعم. وقعدنا بالليل، وقلت له انا رايح الاتحاد السوفيتي، وش تامرني يعني انه وش اتكلم وكذا الى اخره. ضحك هو، قال لي هسه يعني انت عرفت ربك يعني جاي علي؟ قلت له لا، انا اقدر اروح يعني يعني دعوة، بس يعني من البروتوكول انه اكيد اسأل وكذا. فتكلم قال لي اني والله ما رايد الحكم، اني ما رايد الحكم، وعلى الواجب احد يستلم السلطة. هيجي اي والله، قال اني ما رايدها، بس الظروف هي اللي صارت خلتني اجي هذا، اني ما راغب، حتى هاي القطيعة اللي بيني وبينكم كذا اني ما رايدها يعني. كان عندكم مشكلة انتم؟
احنا ما عندنا مشكلة وياه الحقيقة، هو كان متجاوب، يعني انا اتكلم متجاوب سياسيا ويا كل القوى السياسية ويانا احنا كحركة عمالية، كان متجاوب. ولا كان يعني يعتقل احد حتى. شوف احكي لك، مرة هو الله يرحمه عبد الرحمن عارف سوى لقاء غداء لكل السياسيين او القادة الاحزاب السياسية في العراق، البعثيين بشقيهم، القوميين بفئاتهم كل ألوانهم كل ألوانهم، الديمقراطيين كذا إلى آخره، وقعد يعني عدد حتى الضباط كبار الضباط عز العقيلي وغير آخرين، قال لهم أني أريد أنتم الآن قاعدين اختاروا أنتم نظام الحكم اللي تريدوا، اتفقوا قعدوا بيناتكم اتفقوا واتفقوا، تريدون مجلس وطني مجلس ثورة شو تريد سموه سموه، وأنتم شو تريد تسوون أنا أسوي. حقيقة للأسف الشديد أنه بدت يعني معركة كلامية بين الشقين من حزب البعث قدامه إيه قدام الكل الموجودين، يعني بين بعض السوري جناح سوري. نعم نعم كان حاضر أحمد حسن البكر وعبد الستار الجواري وحردان وحاضرين الآخرين، محمد عمار الراوي وفؤاد شاكر مصطفى، وفشل الاجتماع صار سجال بيناتهم قوي، يعني كل واحد يريد هو يكون ممثل لحزب البعث، وفشل الاجتماع وراها عقبتها اجتماعات متعددة في المجلس الوطني وحتى بالبيوت، ببيت كنا نروح نجتمع في بيت محمد صديق شنشل وفي المجلس أكثر من مرة، والحقيقة ما أسفرت يعني عن نتيجة. انتم كحركة قومية ما فكرتوا تقفزون للسلطة؟ يعني احنا انتم في زمن عبد السلام فكرتوا احنا تخططوا؟ بعدنا نشعر بقوة من خلال الحركة العمالية اللي احنا بيها. لا، القوة شيء والوصول لا للسلطة. يعني احكي لك، هو احنا القائد بينا المهم كان هو المرحوم فؤاد الركابي، كان يرفض فكرة الانقلابات العسكرية. راح اذكر لك احنا كنا نلتقي بالبعثيين السوريين اجتماعات دورية ومع الحزب الشيوعي، البعثيين السوريين كانوا يطرحون انه عندهم استعداد انه بس وافقوا احنا ثاني يوم نسوي انقلاب ونسيطر على الحكم. الاخ فؤاد المرحوم كان يرفض، وكان يعني يعلق دائما يقول الاخوان السوريين يبالغون اكثر من اللازم، يعني يتظاهرون انه عندهم قوة لتغيير النظام. غير هذا بوقت عبد الرزاق النايف عرض انه تعالوا، عرض علينا قبل طبعا البعثين، طبعا قبل البعثيين عرض علينا تعالوا انتوا انا نسوي انقلاب وكذا ما ادري شنو انتوا تستلموا، ورفضتوا؟ رفضنا طبعا، رفضتوا فكرة الانقلاب لانه عبد الرزاق النايف به. اولا لانه عبد الرزاق النايف انسان مشبوه لا يمكن التعامل معه، اثنين احنا رافضين فكرة الانقلابات العسكرية. زين عبد الرحمن ما اتعظ من عبد الرزاق النايف، من عارف عبد الرزاق هم بزمنه سوى انقلاب ثاني، محاولة انقلاب ثاني. عارف عبد الرزاق؟ عارف عبد الرزاق. نعم نعم. زين هو على اخوه سوى محاولة هو عفى عنهم، وعفى عنهم، هو عفى عنهم، عفى عن الكل بال67 عن كل المعتقلين حتى لم يجري التحقيق معهم، وكان يعني عارف عبد الرزاق غاوا انقلابات يعني خلاص صارت عنده عقدة لازم يصير، وما صار وما صار ولا يقدر يصير إلى أن مات هو، ما صار يعني ما يستحق أن يصير. كانت ما كانت محبكة أيضا محاولة الثانية؟ لا الثانية يعني ضعيفة محبكة جدا، يعني احتلوا راحوا احتلوا المرسلات وبدأوا يذيعون منها، الأخ هذه خماس بدأ يذيع الظهر من مرسلات أبو غريب، طيارة نقلتهم من الموصل إلى بغداد، المكلف بإذاعة البيان المرحوم عرفان وجدي ما قدر يصل من مطار المثنى اللي يبعد يمكن 2 كيلومتر عن الإذاعة حتى يذيع البيان، مع العلم 12 دبابة كانت من الثوار هم اللي محسوبين على عارف والآخرين موجودين يطوقون الإذاعة.
وفشلوا. ودخل عبد الرحمن ذاع بيان والآخرين ما اعتقلوا، مع العلم هو ويا مرافقين قلة يعني، مو ما عنده مشكلة، كلهم هو بدبابات قاعدين. اجى بسيارة لاند كروز ودخل عبد الرحمن عارف، عبد الرحمن عارف، وهم الأخوان اللي كانوا مسيطرين يعني يمكن يسمعوني الآن، اللي رايحين يسوون انقلاب في معسكر أبو غريب. يعني طبعا هم أول ما سيطروا على كتيبة الدبابات واعتقلوا الآمر مالها، بس كلهم رايحين بملابس مدنية، يعني تعامل مع العسكري ويروح لمدني غير شكل يعني بيها بيها تصليح وسذاجة بالضبط بالضبط وارتباك أيضا بالضبط. طيب بس 17 تموز هم اعتقلنا احنا واحنا ما نعرف بالموضوع مال محاولة عارف اعتقلنا 17 تموز يعني ما قدرتوا انتم قبل 17 تموز او عرض عليكم قبل 17 تموز محاولة او سيناريو؟ احنا كنا رافضين، السوريين كانوا مخططين وعدهم فعلا الان يعني من خلال يعني من كنت معتقل في قصر النهاية شفت الكم والعدد الكبير من الضباط الكبار ومنتسبي الجيش، يعني عدد قادرين على أن يقومون بانقلاب بكل سهولة. ليش ما قاموا؟ احنا ما أتنا، كانوا متفقين ويانا على صيغة العمل السياسي في العراق ومع الشيوعيين، كنا رافضين لفكرة الانقلاب. سعدون غيدان وعبد الرزاق النايف ما يعني ما كان عندكم صلة بهم؟ لا لا ما عندنا صلة، يعني بالعكس كنا على خصام شديد. ليش؟ مع هذول الأشخاص، مع سعدون تحديدا؟ ويا أنا شخصين ويا إبراهيم الداوي. ليش؟ ويا عبد الرزاق النايف. ليش؟ يعني هذول هم يعني لا يمكن لا هم سياسيين ولا هم قادة، يعني هم يحتلون مراكز تبعية للحاكم. وسعدون؟ وسعدون سعدون يبحث عن مكان. شنو مكان؟ يعني يريد مكان يبرز به. يعني لولا عبد الرزاق النايف وداود وغيدان ما كان حصل انقلاب 17 تموز. لا يمكن غدر، يعني هم غدروا بعبد الرحمن عارف، عملية غدر يعني هم قبل يوم، يعني احكي لك التفاصيل الدقيقة اللي سمعتها من المرحوم طاهر يحيى. قبل يوم عبد الرحمن عارف وطاهر يحيى وشاكر محمود شكري وزير الدفاع، وطاهر يحيى بين لعبد الرحمن انه هذول يتآمرون عندهم محاولة انقلاب، فخلي نعينهم ملحقين عسكريين في دول حددوا هالدول ووافقوا، والمفروض وزير الدفاع يصدر امر. وزير الدفاع راح بالليل بلغهم قال لهم ترى طاهر حرض عبد الرحمن عليكم راح يصير كذا، فرحوا عليه صلاة الفجر اخذوا القرآن وياهم وهم يبكون وحلفوا اقسموا له على القرآن، قال سيدي خون عرض لاخونك وهذا القرآن كذا ما ادري شنو. هو طاهر ولغل شو اسمه وصدق خطيئة المسكين وصدق بهم على نيات الرجل على نياته، وهم هذول زين. طاهر ذكي، ليش طاهر يعني ما طاهر مكان كان خارج السلطة؟ طاهر ايضا كان يفكر بانقلاب، طاهر كان يعد لانقلاب يوم 20-21 تموز بالتنسيق وياكم؟ لا تعرفون بنته؟ لا هو حكالي بعدين حكالي بالمعتقل بالمعتقل، وكان متفق مع اللواء العاشر ان يقوم بانقلاب يوم 20-21 لانه صارت بأزمة وزارية كانت هذاك الوقت. بعدين سبقه بثلاث ايام اربع ايام. هو اللي اني تقديري انه المرحوم حماد الشهاب ابلغ البعثين اللي هم عدنان شريف ابن اخوه وبعثي هو قيادي بالحزب اعتقد، بل يعني وصلهم خبر فراحوا استعجلوا، هذا الاتفاق صار اتفاق مستعجل، واني مع ولذلك البعثين قبلوا بهذه الصيغه انه يجي عبد الرزاق النايف رئيس وزراء وكذا والاخر ضروره الملجئه ضروره بالضبط حتى يسبقون طاهر يحيى ولا شنو 17 ولذلك ولذلك بقى طاهر يحيى معتقل الى مده طويله بقصر النهايه. لا طلع من قصر النهايه، بقى فتره بقصر النهايه تقريبا سنه وشوي 11 12 13 شهر تقريبا، بعدين نقل الى الفضيليه. اذا راح نحكي عن 17 تموز وعندك تجربه حلوه جدا بين قوسين بقصر النهايه. مشاهدي الكرام وقفه ونتواصل مع ضيفنا الاستاذ عمر البجار.
مرحبا بكم. 17 تموز 1968، وين كنت وكيف اعتقلت ومتى اعتقلت بالضبط؟ أنا كنت أبيت في مقر اتحاد نقابات العمال بالكرادة. سمعت الصبح أنه أكو بيان وانقلاب، فاتصلت تليفونيا بأمر الانضباط العسكري اللي هو صعب الحردان، فخابرته قلت له هذا، قال لي جماعتنا سووا انقلاب. من هم جماعته ما أعرف عن الحقيقة، بس أعرف أني يعني جماعته هو علاقته ويا سعيد صليبي وكذا من إلى الأسماء، آخره. من الأسماء ما عرفتها البيان البكيرو. مكان داعين بعد أسماء، الساعة 7 الصبح ما كان أسماء. فطلعت ركبت سيارتي متوجه إلى شارع فلسطين. بالطريق التقيت سيارة أحد الأشخاص يعرفني، كان لاجئ في سوريا، فوقفني وقال لي هاي ثورتنا كذا، عرفت أنه بعثي. بعد فنزل شخص أول مرة ألتقي به، قال لي هاي أنت وين، إحنا ندور عليك. عرفت بعدين أنه هو ناظم جزار، ويا كان ويا بالسيارة بالسيارة، وكانوا جايبين عبد الرزاق محيد، الدكتور عبد الرزاق محيد الدين رحمة الله عليه، معتقل إيه؟ معتقل. فصعدوني بالسيارة، وناظم هو حكى وياك؟ ناظم حكى وياه، هو نزل من السيارة شافني حكى، قال لي وين احنا ندور عليك. فرحت ودونا النادي الأولمبي بالأعظمية، فشفت أصدقائي كلهم من البعثين اللي أعرفهم، يعني جعفر قاسم حمودي والآخرين، وكلهم كانوا يشتغلون معي في الشركة العامة للسيارات في هذاك التاريخ. فمن شافوني شوية ابتعدوا يعني خجلا وكذا، حاشوك. اي، وشفت طاهر يحيى وعبد الستار عبد اللطيف وكل الوزراء، وزير الوحدة، يعني كل وزراء، وزير الدفاع والهذا. فابقونا الى الساعة 12 ونقلونا بسيارات الى قصرني، لا الى رقم واحد، سجل رقم واحد، سجل رقم واحد في معسكر رشيد. بقينا يعني هاي الفترة، وقطعوا الكهرباء عنا يعني في شهر تموز، لأن الدنيا باردة بالعراق تكون درجة الحرارة، فقطعوا الكهرباء. هاي أول شيء، أول فصل مسرحية، أول شو اسمه حسنة، قطعوا الكهرباء ووزعونا يعني في قواطع، وكانوا يعني أشخاص يعني الحق، حتى أنا مالي، أنا نائب رئيس اتحاد نقابات عمال، يعني مالي علاقة، مو أنا بالسلطة يعني. علي صالح السعدي الله يرحمه كان موجود، والثاب السعدي كان موجود، علي العبادي وياي جابوه المحامي الآن. فبقينا إلى يوم، علي صالح السعدي وياك؟ علي صالح السعدي وياي في غرفة، كنا يعني في قاطع واحد، المرحوم طاهر يحيى وأديب الجادر وجسام الشاهري قائد القوة الجوية، كنا في قاطع واحد، ومالك دوهان الحسن كان وزير، نعم وزير اعلام كان. بقينا الى يوم 30 تموز، اني يعني كان اكو راديو صغير، كنت اسمع الاخبار. ساعة 12 عرفت انه وزير رئيس الوزراء عبد الرزاق النايف زار وزارة النفط. ساعة 2:30 بالنشرة الثانية ما ذاعوا خبر الزيارة. فقلت لأبو زهير الله يرحمه طاهر يحيى، قلت له أبو زهير ترى صار انقلاب على، قال لي شلون صار انقلاب، شلون عرفت؟ قلت له ما ذاعوا الخبر، يعني احنا هم عندنا جريدة وإعلام نشتغل، فنعرف انه خبر رئيس الوزراء إذا مرتين. بعدين اجى والله نائب ضابط كان متعاون وياه يروح ويرجع، قال لي مطوقين المعسكر وكذا إلى آخره. بعد صار الساعة 3:30 جت سيارة ستيشن، نزلوا عسكريين، منو فلان؟ عمر البجاري. قلت لهم نعم، قالوا يلا مشي ويانا. ف قائد القوة الجوية المعتقل وياي جسام الشاهري صاح له هذا، قال ابني اني اللواء جسام، انت من حضرته؟ قال اني صالح مهدي الالوسي امر الانضباط العسكري. قال له وين ماخذي؟ قال لي يدوب القصر. بس انت اني بعدين لقيت ورا شويه رجعوا صاحوا علي صالح السعدي. ها انت وعلي؟ انا وعلي. ف بهذه الاثناء يعني قلت لهم بس البس، شنو البس؟ لابس يعني هي حاره الدنيا، شنو رحت لبست البجامه البجامه والله مو دشداشه، بنطلون.
فرجعت الله يرحمه طاهر يحيى يعني أمني أمانة، قال لي أريد تروح تتصل بعلي عليه. هو حاكي لي عن إنه موضوع كان يفكر بالانقلاب والكذا، قال لي قول للعبد علي عليه يخلي بأي طريقة يطلعوني من السجن وعلي أني أنهي لهم البعثين. بعثين. نعم. الحقيقة أخذونا بالسيارة رحنا وإذا فعلا بالقصر الجمهوري، احنا دخلنا يعني شفنا بالباب استقبلنا 3 من البعثين اللي نعرفهم وأصدقائهم، منهم الله يرحمه مرتضى الحديثي وعياد الصديد وحسن المطيري وأنا والأخ علي. فدخلنا يعني أكو حالة خوف لأن احنا عندنا اثنيناتنا منشقين من الحزب. انتوا يعني خطر بالكم يصفوكم؟ بالضبط. يعني بيناتنا كنا نتهامس أنا والله يرحمه علي. علي إنه انتهينا. فدخلنا والله شفنا الاستقبال غير شكل، يعني تلقانا الله يرحمه حماد شهاب وبوسنا وقعدنا وانطانا عصير وحكالنا القصة التفصيلية لاعتقال عبد الرزاق النايف. قال أنا اللي دعيته وقلت له تعال، أنا ذبحت غزالي اليوم سويت لك غدا تعال، وحكالنا القصة المعروفة الأخرى شلون غلقوا الأبواب وكذا واعتقلوا، وإذا تحبون تنزلون تشوفوا جوه هو بالهاج. قلنا لا لا ما نريد نشوفه جوه يعد بالهال بالضبط، جوه اكو سرداب او سرداب جوه او طابق تحت الارض موجود. ما قبلنا يعني، ورا دقائق اخرى دخلونا قالوا تفضلوا. دخلنا شفنا بالغرفة رأسا المجاورة البكر وصالح مهدي عماش وسعدون غيدان وصدام حسين قاضي، هي ذول قيادة هذا هم الأربعة. فسلمنا عليهم كذا. فالبكر قال احنا يعني مو احنا اللي اعتقلناكم، وأنا هسه راح أذيع بيان وأقول بأذكر بأنه تم اعتقال أشخاص لم يكن متفقا على اعتقالهم كذا كذا إلى آخره. ذبوها براس النايف براس النايف. وفعلا هو أنا أعتقد هيك لأنه احنا عندنا مشاكل يا عبد الرزاق. فقلت له اكو عشرات من اخواننا اللي هم الان عليهم امر قبض ويعني مختفين وكذا الى اخره. قال لي كلهم خلي يطلعون. قلت له اكو ناس بعثيين بالمعتقل. قال لي منو؟ قلت له قائد هذا كان معاون رئيس اركان جيش او قائد القوه الجويه صار حسين حياوي. قلت له حسين حياوي معتقل؟ قال هذا شنو ليش معتقل؟ عشان تكريتي هذا. اي قلت له احنا اجى شايل هذه العده مالته مال الفراش وجاي، لانه قايل للحردان قايل له سيدي هذا جسام الشاهري قائد ومحترم وكذا، قايل له اخذوا فراشك وروحوا وياه. فالرجل راسا لف فراشه واجى نايم قبل هذا. يعني وكيل وزاره النفط حسين حسن غلام، قلت له رجل هذا انا اعرفه بعثي، قلت له ليش بعثه؟ فسجل الاسماء هو بايده البكر منو بعد؟ قلنا له يعني اكو اشخاص ما لهم علاقه يعني. فطلعوا فعلا وراها انتوا طلعتوا من القصر؟ احنا طلعنا القصر ودونا بسياره الله يرحمه صالح عماش، وصلنا كل واحد الى بيته. علي صالح السعدي بيتهم قريب كان بكراده مريم، واني ساكن يم اقاربي بالشالشيه. واتصلنا باصدقائنا، والمرحوم فؤاد كان بايت في يعني مختبئ في بيت جلال طالباني، والتقينا ثاني يوم وحكينا لهم التفاصيل. وبعدين يعني افرجوا عنكم ب 30 تموز 13 يوم 13 يوم. نعم. وراها ايضا اعتقلت مره ثانيه. اعتقلنا مره ثانيه في تموز ايضا. القى البكر خطاب تموز 70 69 69 قال الذين لم يستطيعوا ان يفعلوا شيئا في ايام عرسهم بدأوا يتآمرون علينا. هو بنصا هذا نص الكلمة، الذين لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا في أيام عرسهم علينا، يعني احنا اللي سوينا انقلابات فاشلة. هذا البكر هاي العبارة مو هو كاتبها طبعا، أكيد كاتب لي هو أكيد والله أعلم. إيه؟ ف وراها أخذوا المرحوم فؤاد اعتقل أول واحد، وخالد علي الصالح الدليمي اللي كان عضو قيادة واللي كان مكلف أصلا أن يكون أمين عام لحزب البعث ورفض.
وثاني يوم اعتقلت اني يوم يعني 18 بالضبط مرة سنة على الـ على بالضبط يوم 18 بالضبط انا يوم 18 يعني مرة سنة سنة فرحت لقيت العشرات بنفس اليوم معتقليهم قصر النهاية قصر النهاية ولحقنا شفنا الوزراء السابقين يعني طاهر يحيى واسماعيل خير الله عدد كبير يعني كل اللي كانوا بالدولة مدير الأمن أنور ثامر عزيز العقيلي كلهم موجودين هناك يعني كانت يعني كل السياسيين اللي يشك بهم اللي عني يعني حتى الوزراء البسطاء اللي ما كانوا يعني لهم علاقة بالسياسة بهذاك بسياسة النظام أيضا موجودين ضباط عدد كبير من الضباط إذا في قصر النهاية هناك صفحة دامية تحتاج إلى تفاصيل نعم سنتحدث عنها في الجزء الأخير من البرنامج إن شاء الله الكرام وقفة أخيرة ونتواصل مرحبا بكم بقصر النهاية هل هناك نظام للتحقيق متى يبدأ التحقيق متى ينتهي كتهمة محددة لو بس يعني حفلات تعذيب حقيقة أول ما رحنا القصر النهاية يعني صار استعراض يستعرضون مثلا يجيبوا لك سياسي كبير يقوم بمسح الغرفة وتنظيفها ويقولوا لك قدم اسمك ويقدم اسمه بالشيء اللي هم يريدوه يعني يذم نفسه ها هو يعني يلقن يلقن ايه ويضربوه ارجع نظف جديد ما جابوا يعني أنا أذكر في الغرفة اللي كنت بها جابوا نافع اللي كان حاكم عسكري صار فترة اللي هو احنا يسموه نافع بطة نافع العاني يعني طلبوا منه التنظيف يعني بعدين شفنا الكل هم نفس التحقيق كان يبدأ من يعني من المغرب إلى الصباح بالليل بس بالليل وما كان اكو يعني نظام حديث مثل ما صار فيما بعد انه يعطون ارقام للمعتقلين وانه كان ينادون بالاسماء صريحه صريحه فلان الفلاني حتى احنا قمنا نعرف من الموجود واكو فتحه صغيره اللي ينطونا بها مي ويقول له طلع ايدك حتى يعرفون منه الموجود تحقيق يعني الحقيقة يعني حتى اكو ناس يجون اشتباه بالاسماء لازم انه يتعرض للتعذيب وبشكل همجي يعني تعذيب مع الاسف الشديد واني كنت اتمنى انه السلطة تتحدث عن المآسي اللي ارتكبت في زمن ناظم كساح لا السلطة ما تحشي انتو المفروض